كوكو البنات، وش راكم؟ صافي لاباس؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم روتيني المسائي بعد الجامعة. بما انه اليوم خرجت شوية بكري من الجامعة مع 11 هكاك، قلت علاش لا مصورلكمش واش راح ندير في لاجورني تاعي. اول حاجة نديرها البنات كي نجي للدار، نحط ساكي في بلاصتو، نقلع لي بيجو قد ما نبغيهم البنات، ولكن دي فوا يقلقوني، نبقى نقرا غير وين ندخل للدار ونقلعهم. رجع كل حاجة في بلاصتها باش هكا تبقى لا شومبغ مخملة. نقلع كسوتي، غادي نلبس غير حاجة خفيفة باسكو تاك نروح نتريني. البنات ما نقدرش ندخل للدار ونبقى بالماكياج، صراحه ما نديش حاجه كبيره كيما فوندو تاع نو، ندير غير اونتي سولي واقي الشمس وغيسيل اقنطوني. لازم نقلعه، نصيحه البنات اتونسيون ترقدوا بالماكياج لازم تقلعوه. نستعمل هذا البنات دي ماكيون تاع فينوس، هايل بزاف، سورتو هذا اللي يجي كامل ترونسبارونت، سي مون ميور البنات دي ماكيون تاع فينوس. كل ما يخلص لي واحد نعاود نشري غير هو، يدير البنات 30000. هادو هما لي كوتون ديسك تاع ايام، حتى هما هايلين البنات، ننصحكم انكم تشروهم. فطرت البنات ما صورت لكمش، ونقيت كوزينه تانيك ما صورت لكمش البنات. دروك البنات راح نروح نتريلي، نوجد كسوتي اللي راح نلبسها. لازم ندير البنات ستيك، ما نقدرش نخرج من الدار بلا به، نحس حاجه نقصتني نديرها. هذا ندير هذا البنات تاع ريكسونا بشباب بزاف، سورتو هذا البنات نوار، كنت شريته 75000. اول حاجه البنات نبدا بها في التريناج، لازم ندير تابي على 10 دقائق. بالنسبه للبنات التابي تخلصوا عليه وحده، تخلصوا دي ميل 10 دقائق بدي ميل. ويا لازم البنات باسكو ما نقدرش اني ديريكتوم راح نتريني، لازم البنات ندير كارديو. واصلا البنات زعما كون دايره كارديو مقبل نلعب مع الشيرات كامل. وكيما اليوم البنات كانت عندي نلعب بالجامبا، كيما شفتوا نخليكم هكا. بعد ما جيت البنات من السبور راح ندخل ندوش باش هكا نقلع ديك ريحه العرق وما نبقاش عيانه. ندخل ندوش راكم حاسين البنات، ونغسل شعري. راح ندوش تدويشه خفيفه ظريف بصح ما راحش نبطى بزاف. نظافه الشخصيه راح نوريكم واش راح نستعمل. فتره اخيره راني نستعمل هذه لاغام تاع دوف، ريحتها بزاف شابه تبقى فيك. هذا الجل دوش تاع الافوكا، هو مخير صراحه صراحة، مام الشامبا والابخي شامبا حتى هما شابين، وتبقى فيه ديك الريحة نقاوة يا لالا يا لالا. وكي نخرج راح نستعمل الريحة تاع ديودوغون. بالنسبة للبنات اللي راح يروحوا العرايس ولا راهم يجهزوا، من احسنكم تشرو لاغام، هذه تاع دوف فغيمون ريحتها شابة وتبقى فيه. راح نصلي المغرب ونقرا ربع صفحات من القرآن الكريم. مؤخرا نحاول ان نبقى كل ما نصلي لازم نقرا ربع صفحات من القرآن. البنات كي خرجت من التريناج شريت صوالح اللي كانوا خاسيني، كان في قلبي البنات تفاح الخضر هذا الحامض، شريت حبه بانان وشريت قرقع وشريت 10 حبات بيض. البنات كيف ما راكم تشوفوا استفتهم في البلاطو تاعهم، وانا شريت 10 ولكن حب العشره البنات تهرست ليا وعادي سما صاي كملت. دروك البنات راح نوجد معكم حشاء خفيف ظريف ماشي كامل. راني نبغي البنات في الحشاء ناكل هكا حاجه خفيفه من راني نتريني كامل. كيف ما كنتو تشوفوا البنات شريت مام سكالوب، قطعته البنات كيف ما كنتو تشوفوا شرائح قندوحين، وراح ندير فيه البنات لاموتاغ، درت الملح وندير الحرور، هذا هو لاموتاغ اللي نديرها البنات بزاف شابه. نخلطهم كيف ما كنتو تشوفوا ونديرهم، نخليهم شويه يقعدوا شويه في خيجيدان باش هكا لاماغينات تطلق. و ليكو البنات درت زوج حبات بيض خليتهم يغليو لي. ولهنايا البنات راح ندير زيت زيتون في بلاصه الزيت باسكو راني فريمون راهو جاير قاتلني. راح ندير البنات في بلاصه الزيت راح ندير زيت زيتون، نحمي المقله كيف ما لا كريبيير كيف ما راكم تشوفوا، وندير فوقها الدجاج. وهنايا البنات درت كويس اتاي ويا
البيض تاعي صاي طابلي راح نقلعه البنات، ودروك البنات راح ندير عصرة تاع الليم على الجاج هكا باش تطلع فيها قوت تكون بزاف هايلة، ودروك نقلع العلفق ما خليش العلفة البنات. ودروك كيف ما كنتم تشوفوا قبل كنت غسلت سلطة ووجدتها لهنا في طبسي، دروك البنات راح ندير نحمر البنات لي سكالوب التوعي. ها هوينا البنات الحشة تاعي، درت سلطة بيض وسكالوب، راح البنات نعمر كويس اتاي تاعي. من بعد يوم شاق لازم البنات تخصوا وقت لنفسكم في الليل، ديروا سكين كار روتين، اعطوا الاهميه لروحكم. دروك البنات من بعد ما تحشيت وكامل راح نغسل يدي كيف ما كنتو تشوفوني نغسل يدي بالصابون تاع الطرف عادي. دروك البنات راح ندير التقشير، ساكي قعدت نتعشى شفت بلي راه فيا شعر في صباعي فديسيديت انه راح نقلعو. راح ندير اول حاجه اللي هو الكوماج التقشير. البنات كنت مقبل شاركت معكم الوصفه تاع الكوماج، لكم باقي نزيد نشارك معكم نعاود نشارك معكم عادي. اول حاجه البنات راح ندير التقشير بما انه نرفد الحديد وكامل البنات يديا فريمون يولو حرشين، وحتى زعما ماشي كي تكوني تريني ديري التقشير ولا نو، ميم هكا كي تكوني قاعده في الدار مع هذاك القضيان ميناجو كامل نستعملو جافيل وكامل اللي يدينا يحراشو. هذه هي البنات الطريقه اللي نستعملها كي نبغي نقلع الشعر بالجيلات. اول حاجه لازم عليا ندير التقشير، ثالث خطوه البنات ثاني خطوه عفوا اللي هي البنات لازم تديروا صابون، لازم تكون حاجه هكا تخلي الجيلات انها تتمشى ما تجرحكمش. ودروك البنات حتى من بعد راح نرطب يديا. دروك البنات راح نبروسي اسناني بما ان بروسو اسنانكم باي معجون اسنان اللي كان عندكم كسوسوا كان هذا تا اكسترا البنات رخيص يدير غير 10 ميل ولا 12 ميل مانيش عاقل على البخي تاعو. وباش هكا البنات ما تبقاش فيكم ديك الريحه، باسكو كي تبقى فيكم البقايا تاع الاكل في سنانكم راح تولي فيكم ريحه ماشي شابه. راح نستعمل البنات هذا الغسول الفم تاع ليستيرين يخلي لك ريحه شابه في فمك. دروك البنات راح نغسل تاني كيديا بالصابون باسكو راح ندير نغسل وجهي. لازم البنات قبل ما تلمسوا وجهاتكم لازم تغسلوا يديكم بالصابون، لازم تتاكدوا بلي يديكم راهي فريمون نقيه. دروك البنات راح نستعمل هذا الجانيتوايون تاعي تاع افان بزاف هايل كوسوسوا البنات اللي عندهم البشره دهنيه ولا البشره جافه بزاف هايل البنات. راح نشوف وجهي عفوا بالبابي ايجينيك كيف ما كنتم تشوفوا البنات، ما نستعملش سيرفيات باسكو نخاف اسكو تكون كاينه فيها لي سيرفيات معروفين انهم يلموا لي بكتيري. راح نستعمل البنات هذه لا كريم تاعي تاع اسيام. الى راكم باغيين فيديو كامل على العنايه بالبشره قولوا لي البنات نشاركها معكم. مؤخرا راني نستعمل هذه لا كريم تاع اسيام البنات، هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم يعني كي يديروا خيمر عندهم هكا يخلي لهم سيكاتريس تاع الشمس بقع تاع الشمس وكامل. نصحكم انكم تشرو هذه لا كريم تاع اسيام. راح عندكم فيديو واحد اخر ونشرح لكم بلوس عليها. وراح البنات كيف ما كتشوفوا درت هذيك ديرمات تاع الحب نديرها البنات ديريكتومون فوق الحبه فريمون ضربه ضربه البنات الحبه فريمون ما راحش تولي فيكم حبه وحده ما راحش تولي في وجهكم. وراح ندير هذاك البنات كريموس تاع رطب به ميليف شواربي. ودروك البنات راح ندير نيفيا في يديا رطب بها يديا. راكم حاسين البنات مع دروك صاير انا في الخريف صايب بدا يبرد الحال، لازم عليكم البنات
يكون عندكم لايك خام تاع نيفيا، اي مرطب البنات رطبوا بيهم كسيسوا يديكم رجليكم وجهتكم. ويا كيف ما كنتم تشوفوا رطبت ايديا لكم البنات، كملت ماي سكين كير روتين البنات، وجدتها كان سناك خفيف باش نقصر بها انا وماما. راني نحاول انه هكا دي فوا كي تطلع لي ترشق لي البنات نقرا هكا اكتب، ماشي دائما هكا مره على مره. وسنة البنات لافنت على فيديو، نتلاقى في فيديو جاي. باي.